السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عرض خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله بنقدم لحضراتكم عرض نتي تحت عشر، ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يكرمنا جميعا. يلا بينا نبدأ حياتنا، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله عرضنا بيتكون من 4 نتي أعمار 7 شهور، حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. طبعا دول يا جماعة تحت عشر، حضرتك هتاخدهم للإنتاج أو للتسمين، يعني انت لو عايز تكمل عليهم تسمين مفيش أي مشكلة، عايزهم يبقوا إنتاج يبقى الله أكبر، يعني اللهم بارك، حاجة بسم الله ما شاء الله. طيب السعر جملة فيهم 4500 جنيه في الحتة، سعر يا بلاش. حضرتك تقدر تسأل بره الغنم اللي تحت عشر تبقى عاملة كام، بتبدأ من 5 لـ5.5، 5000 لـ5.5، وساعات في ناس كمان بتنزل 6 لو أعمار 8 شهور ولا حاجة. فسعرنا النهاردة 4500 جنيه ببلاش. طيب سعر القطاعي بيزيد 200 جنيه، يبقى سعر الجملة لو هتاخد الأربعة على بعض 4500، سعر القطاعي 4700. المكان بشتري إمبابة، محافظة الجيزة. التواصل معايا عن طريق الواتساب أو تليفونين على رقم 0155-955-1306. الغنم اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة الأربعة دول واخدين تجريه ديدان، واخدين ايفوماك، واخدين كوفاكسين 8 امراض، والجرعة التنشيطية بتاعت الكوفاكسين 8 امراض بتتاخد تاني امام العميل لما بيجي يستلم شغله، وكمان بنديله حمى النقل، يعني واخدين جميع التحصينات، مش هتدفع جنيه واحد في تحصين. ربنا يبارك للمشتري، اشوفكم ان شاء الله في عرض جديد. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.